هنخلل الليمون والزيتون النهارده، ليمون وزيتون وفلفل وخيار، لكن لما انا اغسله كغسيل بحبه خل كده وملح ياخد غلوه واغسله بيديني وادي عود، دول هنفششهم مع بعض ودول متفششين اهو، ده الزيتون ياخد غلوه واحده بس، ياخد غلوه واحده مع الملح والخل غلوه واحده. طيب بقول لي بتفششه ازاي؟ بادي الليمون برضو بعد ما فتحته بياخد غلوه واحده بس، اغطي عليه عشان يخضر، غطي عليه عشان يخضر. طيب ده السليم بتاعي بعمل بيه ايه؟ بايدي كده اهو، شايفني يا باشا ازاي؟ ما بناخدش وقت كتير، انا بخليه بس ايه يطلع المرارة اللي فيه. يطلع المرارة اللي فيه، لكن مش بنسويه. هنا بقى اهم عندي، اهم حاجة عندي التتبيلة كده اهو، ناخد برضو شوية ملح هنا كده، تعالوا بقى نعمل الهريسة اللي هنتبل بيها كل حاجة. يا أنيسة ممكن بليز كان جيفي سام كركم؟ كده ده جزر، وادي روزماري يا عم عبد الفتاح حبيبي واخويا. طيب كده هنا وادي الملح، قوم بقى ايه قول بسم الله الرحمن الرحيم، بس يبقى مر شوية. قال له شلازك على المر؟ قال له ايه يا انسة شاطرة يا اختي. وادي ملح، خلي بالكم بقى شوف هنعمل ايه. اهو هاخد فاصة وانا بعبي، هزود من المية دي اللي انا غليتها عشان ما يبقاش عندي دلع. دلع يعني ايه؟ عايز طعم الزيتون فيه كده. هنا في توم حبهان، كرفس، توم حبهان كرفس، ادي شويه التوابل بتاعته مع شويه الليمون. اهم حاجه القفله بتاعته، وادي كمان شويه ملح، وادي شويه بهارات، شوية كمون، شوية شطة، ورق لورو، وكلوز. ادي الليمون المعصفر غليناه برضو نفس الغلية، فتح اهو كده
خلي بالك المية بتاعته اهم منه. ده الليمون، دي الخلطة بتاعتي اهي، الهريسة، ليمون معصور، شوية كرفس. بصوا بقى يا جماعة كده، انا ده الليمون المعصفر، مش عايز احشيه زي كل مرة، انا حطيت كله مع بعضه. شوية توم فصوص اهي. ليه بقى كده بقى بعمله؟ انا عايز اكل شوية ليمون حلوين وفخ ايه بسرعة. ادي حبة فلفل. والله العظيم انا بدوق كده اهو كده، بضرب في النافوخ، بحس انه استوى فعلا، بحس ان فعلا استوى. يسواها ربنا. انا بعمل الحاجة بتاعته بالمية اللي سلقته فيها، لان انا ممكن اغمس بعد كده في المية دي. بحب احبش الموضوع كده. هو ده مش تخليل، ده طبخ صراحة يعني. حبة كرفس كمان.